مساءكم سعيد أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر. مساء الخير. إذا أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم مخصصينها مدح كنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونستضيف فيها الشاعر الشاب سيد محمد والبنين، وكنا مستضافين أيضا مداح من مداحات الرسول صلى الله عليه وسلم، وللأسف ما فاجأتنا إلى ذرك، لا نعرف السبب الذي أخرها. نرجو أن تلتحق بنا إن شاء الله تعالى. إذا هذه الحلقة بما أننا مخصصينها لمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، لهي نبدأ مع الشاعر سيدي محمد، ولهي بعدك عن رحبوا بك أولا فرنسا سار خير. شكرا على حضورك هون في البرنامج، وبما أن الشعراء دائما والأدباء دائما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم الأغراض اللي دائما يهتموا بها، وبما أن الحلقة أصلا مخصصة لهذا الموضوع، أريد ما تلتحق بين الأخت، أبدأنا بمديح المصطفى صلى الله عليه وسلم من 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 مقولك. إذن أنا مدي شاكركم على الاستضافة، و المديح ذكر طلعة ما نقل عقيق تصيب طريق زينة، كون في مدح بينا وحق بينا ما نقل عقيق في مدح وما عادت زينة. ما نقل عقيق تصيب طريق زينة، كون في مدح بينا وحق بينا ما نقل عقيق في مدح وما عادت زينة. به اللي فات الله به اللي ما نقل عقيق تصيب طريق زينة، كون في مدح بينا وحق بينا ما نقل عقيق في مدح وما عادت زينة. به اللي مدح ما يحصي حد، به اللي كافينا كان مدحناه وكافيه، ورب العالمين مدح فات قبيل وناشيه قبيل، اخلاق ورزينه واصطفاه وصفى دخليه وملاه من النور، وفينا رسلوا بالحق وبان مجيه، فينا عم الخير علينا والرحمه والنور بديه، عم علينا والسكينه، ومبينا رسول مزكيه ربه، واحنا بين يدينا مدح وزاد حق الجبيه، بينا قرت عينينا ما نقل عقيق تصيب طريق زينه، كون مدح بينا وحق بينا ما نقل عقيق في مدح ما عاد زينه. الله على سيدنا محمد وسلم. من درا انت اللي هي اول طلعه قلتها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه سابقتها طلعه ثانيه. و انت بدات تهتم بالاغراض اللي قال المدح؟ المدح المديح عند منين نعرف انا اني نقول لغنا؟ يعني حسيت اني عاد نقول لغنا حد يديدنا. من درا ايش يتطلب الشاعر ياك قد بعد يعظم من راسه يقول شيء في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم يطلب طبعا انه بعد قاعد يعرف سيره هي الاولى. عرفت من اللي يعود مثلا يتم يعرف اسم الحالي قد يتحاشى الشيء المقول اللي لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لي انا بعد حد مثلا كافي يعرف السيره ويعود يقدم اللي مثلا توحيد، من ناحيه التوحيد ويعود من ناحيه الصفات التي لا تجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، الأمور لا تليق به مثلا ما يخاطب بها في المديح. طيب لهي نقبل هون وصف الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إن شاء الله تعالى نرجع لك. قال تعالى وعليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا في وصف أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عطاء رضي الله عنه قال: قلت يا عبد الله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء،
بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، رواه البخاري ومسلم. وكان تخلقه صلى الله عليه وسلم مثال، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والشباب اليوم أغلبهم يركز على الغزل، يركز على النسي، يركز على ياسر من أغراض الغنى الأخرى. والتوجيه اللي هو اللي المفروض يعود الغرض الرئيسي اللي تنجبر الفائدة الأغنى من وراء تسمع، لأن الأغنى تحفظ الأدبية يبقى معها نتيجة، لأنه نفس اللغة اللي يتحدث نتيجة سلاسته، نتيجة سهولة حفظهم له. من درى حسب ممارستك مع جيلك أنت من الشباب، درجة كانك تفتع لأنهم يطلعوا على أنهم يوحلوا في ذا الغرض من الأغنى، إياك يوصلوا من خلاله رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. شفت الغرض اللي قاله المديح، غرض من أغراض الشعر، والغزل زاد هم اللي غرض من أغراض الشعر، وغرض مطروق، الغزل غرض مطروق. غير هذا مثلا ما يخليه يكتسح والله يقبل أكبر كم من الشعر. الشباب أنا ملاحظ فيهم رواية، ملاحظ فيهم نذلين قالوا التوجيه، بالنسبة لي أنا شفته قليل في أغنى الشباب. حتى أنا هذا عندي من نصين والله ثلاثة ما نعرضهم. والشباب فيما يتعلق بالمديح، المديح يلا فعلا يتحل فيه، يلا يتحل فيه بلي هو أخي، ما هو طمنا ما الله قاعد زين. هو حتى من الغزل اللي هو مثلا يقول واحدين انه هو طعم تقع الشعر، وانت قال وقال لا تمدحوني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمدحوني بخصي شعري. معناها انك انت قد اذا تتغزل يا غير تمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، تغزل في بداية الليل تقول وعاقب ذلك امدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتقول عنه خير من ذا الليل تتغزل عليه. زين هذا تغزلت وجبت مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعادلت كافرد. زين هو شفت انا ظاهر لمولانا ان شعراء اليوم الشباب، اتكلم عن الشباب من جيلي اللي وساهم وما يطرق الابواب باب المديح، راجع لعدم معرفته من السيره. بلي انا نعرف ان مثلا ما في شك ان شاب ولد على الفطره، وقرا عن الرسول عليه وسلم ما هو له يلهم اللي يعرف عنه من كرم الاخلاق من ياسر من الشباط، انا ما نحصي يخليه ما ليه يقول عن الشعر. غير نرجع مباشره لعدم اطلاعهم على سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ما هو يلا راني من المنبر الهناتيه راني مقدم نصيحة للراسي أولا والشباب كاملين أنهم يقرأوا سيرة مصطفى صلى الله عليه وسلم. إياك مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي يستحق أنه حد ما مثلا بعطي وضع فيه ما أقوله، إياك عد وظفه في شيء ما أعرف شيء. طيب أنت قلت لي قبيل عنك والله اليوم شوي باط أنك عندك نصين توجيه لا تحفظ، لماذا؟ واحد منهم في طويل شوي، واحد لفشي ونسيت، وانا دائما نصوصي يقعد معي منهم لا العاقب لي، لا العاقب لي يقعد معي ماني حافظ قبال نصوصي، حفظ قاعد عندي معاه مشكله زاد. هو غير بعد نص توجيه التالي قد اللي انا طايح لك فيه شوي، لا طويل منهم مشي شو اللي عندك من قلت عسى على دينك ومروتك واخلاقك فيهم لا تنسى، متواضع الناس اخوتك واسيه فرس وتبتان. عس على دينك ومروتك واخلاقك فيهم لا تنسى، متواضع الناس اخوتك واسيه فرس وتلتان. ورفت خيمك عن شفيك فاكر ارتد، وقلل في التحكاك على ناسك وهنا فهناك، ورع لا تندار في لفام يكون بشي صالح، ورعاك من تتمحلف الناس ايام الدهر طوال ولما غداك لعشاك، ولا تسمع الكلام في الناس وفي الناس إلى جاك حد في الناس إلى جاك
الناس إذا جاك حد يسمعك رد التخماء واعطي بالقد لحد أعطاه قيمة قيمة وارفع لك ماء واسمي بالخاسر واسمي بالصالح حد سماك بالخاسر والقبت تبسام حد لقى حد لقاك مكشر إلى آخر ماني زين. هذا زين هذا توجيه هذا من اللي يدل على أنك بعد عندك إيمان شوي بالمنظومة الأخلاقية الدينية اللي كنت نقول لك الله إنه صلى الله عليه وسلم عن بعثة يتمين مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق معروف عنها منين يحافظ عليها ما لا هي عقد أحد ويشوف رجاس لأنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وتقول عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وهذا رويه أحمد ومسلم وأبو داود يغضب لغضبه ويرضى لرضاه معناها أن حد وافق السرع شفت حد قاعد طرح مثلا كتاب مولانا نصب عينه ما تري له مثلا ما هو ليس اللي فهم لا شيء بعضك ومثلا مسقم واضح الكرة اليوم مرمى الشباب لأن ربما يقعدوا المغنيين الراعي الأول يقعدوا أغلبهم والله اللي ياسر منهم يقعدوا ما متوفر المعلومات الكافية عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن خلقه عن حياته الشباب اليوم عندهم القطة تمشي في الأمم اللي قبلنا كاملة موجود في الكتب المكتبات موجود في الانترنت معنى أن هذه مسألة يلا تعود حافز لهم هم على أنهم ينهلوا من هذه المعارك صحيح إياك يقدوا يرفعوا من 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 المنظومة الأخلاقية للأمة صحيح ومن تمسكها بدينها لأنه هو الشعر يلهي بالحماسة الله ومنين خصوصا منين يعود ذا اللي يتكلم عنه حقائق ثابتة ورواية تمس من من من, من الإنسان والله هويته والله صحيح معنى أن الشباب الكرة في مرمى والله ونزيدها كان قاعد برواية أخرى أن الأمم الثانية عاد تقبل من ثقافة احنا واحنا ثقافتنا للأسف ومرجعيتنا الدينية ما لا عاد الناس قابل أخلاقنا عاد قابل النظام المالي عاد قابل معاملاتنا واحنا قاع مالنا عاطينهم القيمة مثلا ولا ما هو بعد ما هو يلا ما هو يلا هذا راجعكم انتم الشباب راجع نحن الشباب وقلت لك انه يرجع للي قال له عدم الاطلاع روح المطالعة فهمت الشباب تجبر فيهم سرق واحد اثنين يبغي يعرف هو يبغي يعرف غير نتكلم لك عن الشباب اللي يقولوا الشعر وتجبر فيهم واحد اخرين كافي لا عاد يقول مثلا يوزن واللي يقول ما خاسر عليه شيء وتوه ويمشي وعنده غرضه الخاص به يقول في ذاك اللي يبغي يقول ما هم عنده مثلا ما هم موظف ذي الموهبة اللي عنده في شيء الله توظف يبي ما هو وظفها وتسم هو شفت هاي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما فيها قصة لا يقرأها رجاج ما يقدر حتى لما طلع صحيح ما في حدث ما تقدر تعد تطلع التفاصيل لأن التفاصيل موجودة ومحفوظة بيلي هو النص النص عبارة عن فكرة ومعالجة فكرة نص الأدب في فكرة ومعالجة فكرة ولا خالق حديث اللي تقرأه ما يبطل من الفكرة وانت تقدر تعالج الفكرة طبعا هذه حالا غايبة عن ياسر الناس شاك انه إلى ما حفظ كتاب من السيرة ما يقدر يقول نص أدبي في المديح انت تجي تقرا قصه
لا تقراها بالعربية لكن أنت لا تقبل القصة وترجمها أنت وبعد تقع ما ترجمة أنت ما نقدر أنت لا تترجمها في طرف ترجمة موتو ثاني ترجمها مو موتو وعقبة لا هي تقبلها مثلا المفروض لو كانت الأخت اللي كانت مفروض عليها تقعد معهم عندها اسم المديحيات هاي المديحيات هاي المجالس المدح اللي تعدل الناس اللي تحضرها منين تسمع لي المدحة لا تستفاد من المعلومات اللي تعود في تقدم في النص المديح المدح اللي تعود في النص الله صحيح صحيح من ترى حسب وجهة نظرك الشباب شنهي الوسيلة اللي تقد تساعدهم على انهم يعطوا اهتمام اكثر لمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تاريخ الإسلامي تدوين فطلع عليك كيف تستفاد منهم الناس كاملة لا يلا 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 تمت يلا يخليك تحسيس في قضية ظهري ولا لأنه فهمت يلا تم مثلا التلي عندك ذي الفكرة هي وجاد عليك وأنا اللي عندي جاد علي حد آخر اسمعنا وعاد جاد علي الفكرة يلا نتحرك فيها كاملين يلا تم نقول حد جبرنا نشبرش من الشباب نقول لهم انهم يلا تم يمتحوا وانا فعلا عدلها كنت انا عندي الصاحب ما عنده نص مديحي قلت له انت اخوي شايف على المدح قال لي انا لا ما هو قرض عندي قباله قلت له يقول لي شي ما اعرف قلت له اللي عدل ما هو صالح وبعد قاعد قلت له قلت قال لي صاحبي انه المديح هذا انه هو كل احصار نصوص عنده لابد يجيب نص مديحي انه اسكات الغناء فهمت قلت له وزاد ملي قلت له انا قلت له قال قطيع لي صاحبي انه اسكات الغنى وتقلت يلا تم تزكي غنى قلت له ما خسر عليك شيء لا تم قلت له اجبار باطل الى ما عاد بعض قاعد مختص بالمديح تم بعدين اجبار نصوصك قلت له زاريك طلع المديح فما تي ما قال عنك شيء قال لي والله الا حق بعد وهذه بعد هي الوسيله اللي ظهر يعني مولانا هو شوف هم المراجع متوفره ما خلص شباب ما خلص مراجع عدوا له يقول احنا ما عندنا مراجع عنده حد يجيب مراجع وكذا مراجع متوفره اليوم قاعد الزمن ما خالك شيء غايب على رقاج بين الانترنت فهمت اي معلومه يبقى حد يجبرها دور يجبرها غير قضيه الهمه فهمت شباب غايب عنهم ما نعرف كانهم ما هم واعيين اهميه المديح كان هو السبب وبالتالي عادوا ما هم عندهم قاعد يقراوا عن مثلا مع انهم يقراوا مجبر واحد يعرف السيره غير ما يوظفوا شعرهم في المديح تجبر واحد يعرف السيره ذاك عايد ليش؟ عايد انهم ما هم واعيين اهميه ان المديح غرض مهم اهميه غرض المديح ما هم واعيينها فهمت؟ هو السبب والسبب الثاني صقع معهم ما عنده ماده مقدمه مباشره مع انها متوفره يعلن تيد مديحيه اللي قلت قبيل اين تقلت؟ هذه المديحيه لها اللي تعود لها سنتين سنتين هي اول شيء تقوله في المدح سابقتها مديحيه وعقبها مديحيات غير ما هم عايدين ماني دائما نحكيهم للاسف بيجي ماني دائما نحكي متوفى راجع على تكتبهم ولا تحفظ؟ ايه نكتبهم نحفظ دائما النصيين ما نكرروا مرات والله نحكي على مد في بلد لا ما يبقى معايا نكتبه وخليه في متوفى لا ضروري تواسع انا شنين عدل انا ما النصوص ما قد نحفظهم كاملين انا قاعد اقلبني نحفظ انا هاي الطلعه الوحيده اللي قلت لك توجيه جديده ريالك وانا طايح لك فيها هنا فيها ماني ما مشكله عندي انا مع الحفظ من درا عند اغلب المغنيين واغلب الشعراء دائما نصوصهم ما يحفظوها دائما كل الاعمال من جراف التعقيق مش لك نص من درا القيثان كانك عندك قيثان في المدح المدح عندي قلت قاف ومن خلاله القاف هو اللي قلت طلع اللي قلت لك اني اول طلع قلت سابق القاف بعدين قلت القاف بعدين قلت القاف جاتني فكرته اني ندير نعدل اللي في طلعه ثانيه عدل فكره في طلعه القاف قلت الخاطي محمد محمود نعود لا قلت غنايه ما في انا غاي وعود غنايه ما في غايه
القاف واللي جاتني الفكرة، قبضت الفكرة وعالجتها في نص ثاني طلع. هذا هذا زين، هذا نوع من التوجيه للي قالوا مضمون القاف من راسه واضح على انك تمني ما تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. انا انك لله الفعل ما هو بلاقي ما حد رغيته حقبع، وهو من راسه بلاقي رغيني ذيك هي بعد دنيوية ولا أخرى، والله دنيوية ذيك تعود عني قد أخرى بعد ما يفهم ما يفهم. من درى الهنجي شو شوية غناك أنت الأغراض اللي تحكي فيها الأغنى أي قريب لها الأغراض؟ أنا غرضي دي غالب عليا الغزل رواه كلام فارسيني وانا نبقى نعود له. وقع شو هو مانك اللي تجبر شاعر ما ابتدى الشعر وبدل ينقال الغزل. قضية راجعة على قضية راجعة على ها هيك طبيعية. وانا بعد مع اني واعي اهمية الاغراض الاخرى توجيه ومديح وتوسل وهذا النوع حركات يوم الاغراض، غير الغزل عنده فيه مكانة خاصة وقالعها قالعها مباشرة. وهو الخرط اللي أنا تقريبا 90% والله قاعد 95% من أغنائي إلا في الغزل. غزل حكينا واحدة من طلعك غزليات والله قلت الذارع كنت، هذه من آخر النصوص اللي عندي. الذارع كنت تلامت كنت في يوم مع الحزيم ويوم، الذارع كنت تلامت كنت في يوم مع الحزيم، وكنت نقلب الحزيم وقطعت انت مرات على الحزيم في يوم، غير حزيم فلان مثل فلان ذراع محلوم. وأنا دائما أغنية لا استيفوات استيفوات تنبسر الليت ما عنديش بيه اللي هو معنا ما جابوا يلعبوا في كافنا 4 جيلات مبتيت الله لا جابوا طلعت مسلات. عندي يقدر يقدر مرقاني من الصالح مولانا تقبل على قزانة، قالت يا عم انت الصالح تبقى راجل صالح، وانا قالت عني راجل صالح. زين حتى طيب قول جبت من ترى حسب وجهة نظرك انت بما انك واحد من هذا الجيل الجديد، من ترى شو هي الساحة الأدبية بالنسبة للجيل الجديد خصوصا بالنسبة لجيلك انت شو هي حسب وجهة نظرك ممارستك معاها شنهي 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 مراحل تطورهم في استلهام والله كيف يستنطقون الواقع؟ شفت اللي نتكلم لك عن الساحه الادبيه حسب رؤيتي انا في ظرفي حالة بالنسبه وبعدين نتكلم لك عن الشباب في الساحه الادبيه اليوم والمغنيين قاعد كل في الساحه الادبيه اليوم بما فيهم الكبار اللي نساعدهم نلحقهم شوي اللي نقول عنهم كبار كبار بعديك لا كبار بالنسبه لنا احنا خالقين قامات ادبيه احنا عاد قدوه لنا في قالوا الادب ومرجعيه فهمت لغنانا غير من المنظور هذا تتكلم لي عن لغنة الماده اللي قدم الماده اللي قدم الشباب تقدم شباب خاص المادة اللي شفت انت في الساحه الادبيه ما هو الاشخاص من روسهم ما زين زين لان احنا هون بس خاص ما نسموهم ولا ما نسمينا شخص معين انا كنت المادة اللي قدمه هو اللي اساسي عندي انا اللي اخترت اتكلم عنه انت كفاعل وناشط في الساحه الادبيه الماده اللي تقدم اليوم الماده النص ماده النص اللي تقدم اليوم اللي مثلا لا ترقى بالنسبه لي انا 60% و 70% لا ترقى لي مستوى ما عندها نقول لك تبارك الله بلشت الشباب المغنيين ضيعوا مدلين قالوا المجامله ضيعت مدلين قالوا المجامله
التنين تجي يجيك شاب على مباشرة يجيك والله يجيك على وسيلة التواصل الاجتماعي ويقدم لك نص يقول لك شوف ريده صد عليه مباشرة تقول له النص ما قط نقال كيف ما فيهم هدف يسعى الشباب من خلاله تطوير النص الأدبي على الأقل يعود يرقى المستوى أنه يقدم مثلا يعود خالي من ذيك العيوب اللي ما هي تجبر نص ما هو موزون تجبرهم ويراجع لا المجاملات مع في الآونة الأخيرة بدأت فيما تياها تشكيلات شبابية وكتل تطرح هم تعدل مثلا طرش للساحة وطرش للأدب براسه بما فيه كتلة الإصلاح اللي أنا طبعا عضو مكتب تنفيذها عندها برنامج يتحدث أخبار هذه القضية اللي هي تطوير الأدب والاهتمام بالأدب. طيب لهي من قبله نص فصيح مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشوف لهي نقرأ لك النص وتشوف لي حسب وجهة نظرك أنت النصوص الجديدة الشيء قد يقارن معها منها زين هنا نقرأ لك النص والله بعد نقرأ لك شو منه وتشوف هاي قصيدة للدكتور ناصر الزهراني يقول تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي وما دروا أن حبي صغته بدمي أستغفر الله ما ليلى بفاتنتي ولا سعاد ولا الشيران في أضمي لكن قلبي بنار الشوق مضطرم أف لقلب جمود غير مضطرمي منحت حبي خير الناس قاطبة برغم من أنفه لا زال في الرغم يكفيك عن كل مدح مدح يكفيه عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم سهم تسيل به الدنيا برمتها على المنائر من غرب ومن عجم أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم نبضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا حسوا شريعتك الغراء في نهم محابر وسجلات وأندية محابر وسجلات وأندية وأحرف وقواف كن في صمم فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم من خالد من صلاح الدين قبلك من مالك ومن النعمان في القمم من البخاري ومن أهل الصحاح ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم إلى آخر إلى آخر القصيدة اندرى شفت مقارنة ما هو مثلا اني تعود دور شيء مطابق يمشي لا شيء يمشي للمشي شيء يمشي بالنسبه للابيات الاولين الابيات الاولين شفتها قاعد فكره مستخدمه ياسر فكره الابيات الاولين فكره مستخدمه ياسر فهمت فكره ما هي بعيد من فكره النص اللي قريت لك انا قبيل ما هي بعيد منها شفتها دائما تعالج وانا عندي فيها نص غير ما انا على طول وشفتها دائما تعالج دائما اسمع الفكره هذه دائما اسمعها وقط قال لي حد انها يلا حد يترقى عن هذا النوع من الافكار يحاول يطور عدد تجديد زي ما المديح وقلت له فعلا يلا حد يتم عدد تجديد زي ما المديح يلا يتم يبرز فيه ماده يستفاد منها شخص مباشره ما يعود يحاني تترجم له والله هذا هو هاي طويله هاي القصيده طويله لذلك ما قديت نقرا منها ما هذا يسرد فيها ياسر من وصلنا القضية اللي قلت لك مبين قضية السيرة والمعلومات هاي درك على الأقل وهون يقعد حد ما هو أخباري هون تكلم هون عن أبو بكر
رضي الله عنه وعمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وذو النورين وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد صلاح الدين الأيوبي هذو أصحاب صلى الله عليه وسلم وهذو أخرين رموز من الرموز الدينية المعروفة والمقاتلين اللي هما صلاح الدين ونعمان ومالك وفم شباب رواة الحديث البخاري وأهل الصحاح فهمت هذا وابن حنبل وابن تيمية ويجيب ياسر من من من, من الأعلام من أعلام الأمة الإسلامية يجيبهم هنا هذا منين يقرأ لقاش هذا منين يعدل في طلعة يعدل في طلعة ليعد استيعاب بسيط أي شخص بسيط يجي يحفظها يعود على ضبط يعرف بعد عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله شفت أنا لأنه أعذر كثير من تسمية الأشخاص الصحابة والرموز هذا الشيخ وياسر في اللي قال المدح اللي مغني اللي كانت السيدة اللي ذيك النصوص دائما تراها فيها ذا النوع ذكرت إياها ربما نمط مديحي مع أنها هي ذيك يلا تخرس من اللي ما يلا يلا تخرس تنقح يا خير بعد تقدر تعود يقول مثل ويل دغنم حكاين تعود نتيجة لذلك مع مرور الزمن تأثرت نتيجة الناس اللي توافق عليهم صحيح فعلا يا خير هذا دليل على أن الناس الأولى كانت عندها بعد ولها للرواية كانت طارحة بلد للرواية والله الحق صحيح وتجبر ياسر من الناس ياسر من العوام اللي قد يعود معه تحت المرصادة خاطر من الأشخاص اللي قد تعود معه تحت المرصادة ما أربع بليدة فيها كتب لا هي قد يجبر من والله هي مادة لا يستفاد منها لا هي يجبر يستفاد منها صحيح وفعلا ذيك القضية أنا قلت كنت هم نعدل عنها بحث قلت لي نعدل بحث عنه مستقع إن شاء الله وهم ينعدلوا عن ذي قالوا المديح قرض المديح عند الناس الأولى وقرض المديح اليوم ونعدلهم وقارنة شوف ويلو كنت حاس إن مثلا علمت بالحلقة في الوقت إنها تتعلق بموضوع المديح وحضرت لك شيء مادة ونقدمها لك للأسف ما أجبرت الوقت ما المهم الأساسي هو أنك بعد عاقبة تحاول على الشباب والله تحاولوا ثم كشباب أنكم تعدلوا جمعية والله تعدلوا هيئة تعود فكرة الأساسية اللي هي تبتنى عليها هي القضية وركاتية لأن الناس يقدروا عود ياسم منها ما متاحوا أنه لا هي إلا أجبار قاع نصوص فصيحة هي استفاد منها استفاد منها صحيح هو استفادته هو النصوص الحسنة ما كيف استفادت النصوص العربية حسنة إلي استوعبها بشكل مباشرة لأنك أنت من تقبل خطاب وتوجهه للناس وتجيبهم العربية الفصحى ذيك العربية الكحلة حتى قال الأكاديميين ياسر من قبل يتخو عليه كلمة قاعد تسمع بس قال الناس بس يطلع الله لا ثابت من درى الشباب حسب ايش نارك سنهي الأفكار اللي ما زالوا محتاجينها إياك يطورهم ونغوصهم من المادة اللي قدموا في ذا المجال وفي أغراض قاع السعر كامل إيش محتاج إنه إياك يطوروا المادة اللي قدموا محتاجين إيش محتاجين إنهم بعد قاع يعرفوا الواحد في شنو ذيك واحد هو ما إنه لا حد استطاع إنه يديوز إنه تافلويت يجي ماشي يجي يفتم لا يصبوا في القناة ما هو هذا والشعر عنده لغة خاصة به عنده لغة خاصة به يتستخدم به ما هو كل شيء ينقال ثانيا يا الله ملي يحفظوا النصوص القديمة يا الله يحفظوا منها ياسر أولا يكتسبوا من هذين قالوا اللغة صحيحة لغة صحيحة شعرية ويستخدموا الأنماط التعبيرية أنت تجبر طلعة من الغزل القديمة
ما هي كيف ما يقدر يقولها اليوم في قطع، ما يقدر يقولها شاب اليوم. لماذا؟ لأنه يطلع وقع ما قد تسمعها ولا قد تحفظها، ولو شاك إني قد الفكرة ما قد تعالج ما في طريقة. بالتالي يلا يرجع للنصوص القديمة اللي واحدة أديبة تعكس ياس مرويات، تعكس الأخلاق، تعكس عذرية متخزنين، تعكس ياس من مسائل الله يرجع له وتنحفظ. وحد من اللي فاصل يديه في الواحد فيه يقعد يعرف الواحد فيه ويقول الشعر دور يقدم مادة زينة. نسيت لك رواية اللي قلت لها قبيل، يلين يعدل ذا كلام يعدل لك سنتين ويقدم نص ويسرق من المجاملات، ينقال له النص فيه كذا وكذا وكذا وعز من كذا يتعدلوا بالك لهذا وعدل، يلين ينقال له ذا مباشرة يأخذ نصوص صالحة، نصوص ترقى المستوى معين. قد نقول لك فعلى مرتبة اللي ذاك ميزان حماة عدنا وذي عليك في الحقيقة قد يعود سبب جمد قد تعود مطروحة المشكلة ما كانت مطروحة للناس الأولى. الناس الأولى بجديات الغنى عندها كان مازال يصير خلاقة يجي يزبر الناس قاعد يسعد أخبار الغنى يتم قاعد هب يربى في جو يصر قلهم السمع السمع ويضبط سن الله كده يقول من يفوت عادي قد يجي للسنة لا يتم يجي للسنة يزل قاف يقعد يقعد قاع حكم هو مثلا في مرة زال هو ما يقعد معهم يقعد بعد يتم يقعد منها ويلعب حلاها وتم يصنت ويضبط الأشوار وعود يحفظ عاد منهم شيء من يفوت عود عاد يحفظ شيء لا يعود عاد نين يلحق مرحلة انه يجي زركان والله السنة يعود عادي يروغ الوزن مثلا مراحل يكسب هو منها قدر البيئة اللي عايش فيها يستقم اللي منها المعاني العبارات والقاموس اللي تم يستخدم في غناء هذا ما متوفر ما هو 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 قاع ماضي كيسكاري مشكلة. يوم تشوف شاب عنده 20 سنة يقول أنا يقعد هو يقرر يقول أنا هذا اللي نعود نقول لغنا وتوه قاع هي بيدانا لغنا زين عندي وفاصل نعود نعرفه نبقى نعود نعرف وياك نعود كيف لا والله عود كيف لا شليه يعدل هو ذا ويعرف الحسانية ظاهر هو إنه يعرف اللي يعرف الحسانية إنه كافي ياك يقول لغنا. أنا اللي نقول لك نعرف شاب قال قال باشرة قال هالي هو قال لي أنا هذا لا قعدت مع راسي وبرمجتني أود أعرف الغنم قلت يلا أود أعرفه مشيت وقريت سلمة الأبجديات فهمت وحلت قضية التفعيلة قريتها وضاح لي نذر بتيت وذن هذا بوث توف قال لي أعتنى ذلي في أخلاقي نوزن توف قلت له قلت له قال لي توف وهذا ما هو ما هو ما هو الشعر ما هو حد بالنسبة لنا بعض حد قاعد ما جابه ملانا يقول الشعر ما 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 عندك الموهبة خليه عني مباشرة هو قلت لقنا هي الموزون ما هي الشينة غير اللي الشينة حد يقوله ما هو موزون ولا موزون ولا موزون ولا موزين فيقول لي والله نفس انت ما اعطاك مولانا الموهبة اخويا هنا كافي مشي تقعد تسمع وتذوق وزين عندك وذي الموريتانيين كاملين 90% منهم الا بين شاعر متذوق بينهم الاثنين بينهم الاثنين شاعر متذوق اعلن 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 قضية السيرة والمدح حتى قاع التراث المحلي حتى التراث المحلي والله التاريخ تاريخ الوطني أمجاده وإنه كامل بما أن الناس كامل تستوعب الأغنى بدون نقول لهم أذنهم كان يلا يقدر يقاس يعدل لهم نصوص يوصل بهم يوصل لهم به ياسر مشي والله صحيح فعلا كان ان شاء الله خير ما راجع بعد للشباب للشباب الرسول للشباب الشباب يا اخو يلا بعد يعرفوا شو الرسول يلا بعد لأن يلا يعرفوا شو الرسول يا والله يلا نعرف شو الرسول براس معنا والله نعرفوا كاملين شو الرسول هو التركيز على ما شاء الله انا عيد شوف واحد منهم في هذه المسابقات اللي تخرج يقولوا شنو ما اقول ما اقول به زين والله
مع انهم كيف قلت لك ما توفرت لهم، اغلبهم ما متوفره بالظروف اللي توفرت لهذول المغنيين الكبار هذولي. ما شاء الله عليهم واحدين يقول شنو معقول زين. وهذا ينبع عن عن اللي يقولون مودي ثامر شوي ثامر مولاه الاخوه ما هو ما هو دامر هو مرار. معنى انك من اعطاك مولانا انك ما انك دامر مستطاع انك مستطاع من انك تقول تقول انا عييت نقرا الواحدين منهم دائما يصروا نصوص طلع ما معقولين زين صحيح. معنى انك ساهم يا اخوه للموروث الشعبي اللي عندك للموروث الديني الموروث الثقافي اللي عندك ساهم فعلا انك توصله للمواطن البسيط. هو انا ظاهر يقول انا قضيه ان حد مستطاع ان يبلغنا يقول المديح، مستطاع انه يقول التوجيه، مستطاع انه يطرق الى الاغراض الشريفه، ولا عدلها الا ما هو ما هو حاس باهميتها. انت مستطاع وخاصه دافع وتدافع شنو المدفوع من معناه، وانا ما انك واعي اهميه الاغراض ذي والسبب ما ارجع له زين المطالعات زين. اذا لهنا نقيسوا فاصل ان شاء الله ونعود ان شاء الله. لان اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل معكم بعد ان شاء الله.